من سوق العمل لليوم صباح الخير. أكثر من فرصة عمل رح أذكرها. الفرصة الأولى بالحمرة للسوشي شيف والراتب بالدولار. لأرسال السي في الإيميل sara.zaatari@mca-ps.com. منروح لجدة حيث مطلوب ممرضات مخرجين جديد مع لغة إنجليزية قوية. العمر فوق 21 سنة. لأرسال السي في g.harib@staff-gate.com. أما بطرابلس مطلوب مساعد شيف، الدوام من 8 الصبح للأربعة بعد الظهر والأفضلية لسكان المنطقة. للتواصل 719-554-046. فرصة جديدة لخياطة بقرايتم داخل محل تصليح ألبسة مع خبرة بالمجال. لكل المهتمين اتصلوا على 03-787-429. ننتقل لفرص عمل جديدة داخل كافيه بعدة فروع مثل الصديكو والحمراء وبدارو. طالب فريق عمل للمطبخ. إذا مهتمين بعتوا السي في على hr@cafeyunis.com. وبالزلقة مطلوب معلمة إنجليش للعمل داخل حضانة. رقم التليفون للإرسال السي في عبر واتساب 03-471-599. أما بالنبطية مطلوب محاسبة مع شهادة جامعية وخبرة ببرامج المحاسبة. بتقدروا تتواصلوا على 70-172-619 أو 717-00099. منروح لجاليري سمعان حيث مطلوب أوفيس بوي مع موتو ورخصة سواقة. الإيميل لإرسال السي في hrd@careers-experts.com. بالأخير بدي أذكركم بالإيميل الخاص ببرنامجنا يلي هو صباح اليوم @aljadeed.tv. بتقدروا ترسلونا إذا عندكم فرصة عمل حابين أذكرها ومن دون مقابل. هيدا كان كل شيء من سوق العمل لليوم وعودة إلكم.